السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا الجزائر وأهل الجزائر، ويحيا الرئيس تبون، يحيا الرئيس تبون والمجد الخلود لشهدائنا الأبرار. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك. هيا بنا نسمع العهد الذي عاهده الرئيس تبون للمواطن الجزائري. هيا بنا نسمع هذا العهد. هيا بنا، لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة. ولقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري الأبي. وصونا لوادعة آل أولئك البررة الذين فدوا الجزائر بأرواحهم، وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2022-2023 تحيا الجزائر أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله.